كابتن جاد جريشة، اهلا بيك، منورنا ومشرفنا. امير مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. تقييمك لاداء محمد معروف في مباراه اليوم ما بين الاهلي وسيراميكا. بص، هو محمد النهارده ما فيش حاجه يعني تحكيميه ممكن نقف معاها كتير او نتكلم عليها كتير النهارده في المباراه. ممكن نختلف في يعني اخطاء في نص الملعب للجانبين نختلف عليهم، مش موجوده القصه دي، لانذارات مستحقه ما اتاخدتش، حاجه زي كده، لكن ما تتكلمش على خطا تحكيمي موجود في الملعب مؤثر عندك مباراه. ده مش موجود النهارده. التحكيم خارج النتيجه تماما وخارج المباراه النهارده باي حال من الاحوال. يعني ما فيش اي حاجه تخلي الكابتن ايمن الرمادي يقول التصريحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي، ولا انت ممكن تتفق معاه من جانب ان هو ما فيش عداله في الماتش وان هو ظلم ومثل هذه الامور يعني؟ لا بص، انا هكلمك على حاجات يا امير. يعني مثلا اعتراض سيراميكا على استئناف اللعب السريع للنادي الاهلي ابراهيم التماس الكره الثانيه كانت في الملعب وكلام من ده. ده غير مخالف للقانون تماما، بالعكس، ده هو الاتحاد الدولي بيحس دايما الحكام الاستئناف السريع للعب الكره، وما دامت الكره الثانيه اللي موجوده في الملعب كمان غير مؤثره في اللعب. أيوة. فمفيش مشكله خالص، يعني مفيش خطا قانوني ممكن نتكلم عليه. يعني دي حاله عاديه خالص، ما فيهاش اي مشكله، عاديه جدا. وعلى فكره مفيش فيها خطا قانوني ممكن نتكلم عليه. تمام. المباراه عموما انا بقول لك ممكن نختلف في انذارات، نختلف في مع محمد في انذارات مثلا في تهور من لاعب سيراميكا على لاعب الاهلي هو عداها مثلا، يعني حاجات زي كده بتحصل، اخطاء موجوده في المباراه مش مؤثره على عادية. المباراه عاديه او على سير المباراه، وبالتالي احنا انا مش شايف حاجه ممكن تودينا ان احنا نتكلم كتير عن التحكيم النهارده باي حال من الاحوال. التحكيم النهارده كان ماشي بصوره يعني جيده. ممكن انا اختلف على حاجه واحده بس، ان محمد معروف مش ده المستوى اللي انا مستنيه من محمد معروف اللي راح كاس امم بعد ايام. يمكن ده يرجع لقله الماتشات اللي بيلعبها في الدوري المصري. انت بتتكلم على الحكام الدوليين كلهم كل شهر او كل 20 يوم بيلعبوا ماتش، مفيش منهم ماتشات في القسم الثاني، وبالتالي بعد كتير عن الماتشات زي اللاعب بالظبط. بعد كتير عن الماتشات بيبقى حساسيه المباريات مش موجوده، لياقه المباريات مش موجوده، وبالتالي بتحس دايما ان الحكم بعيد شويه عن المستوى اللي احنا عارفينه. لكن انا بتكلمك على مستوى الاداء، على مستوى القرارات التحكيميه، ما فيش حاجه تؤخذ عليه. لا خالص. تدي له كم من 10 النهارده؟ لا النهارده ما دام ما فيش حاجه مؤثره على المباراه هنتكلم في 7.5 8. يعني الراجل عمل ماتش كويس، مفيش مشكله النهارده، عمل ماتش كويس. انا في اختلف مثلا في لعبه معاه، هو في تركيز بقى حكم واداء حكم، يعني تسلل على الاهلي، الكره اللي لعب الكره مدافع سيراميكا، وبالتالي كان هو اللي لازم يساعد المساعد الاول سامي هلال ويقول له للاعب المدافع، وبالتالي لاعب الاهلي اللي راجع موقف تسلل ده لا يعاقب، لان الكره جايه له من المدافع سيراميكا. انا بتكلم في حاجات بقى ما ياخدش باله منها الا الحكم، اللي الراجل ده فايق وجاهز وبيلعب ماتشات كتير، ولا في عنده مشكله ان بعده عن الماتشات عامل له مشكله. فالحاجات دي بتيجي يا امير من ان وجودك طول الوقت في الملعب. على فكره مش محمد معروف بس، انا بتكلم على الحكام المصريين كلهم الدوليين، وخاصه اللي رايحين كاس الامم بعد ايام. الموضوع ده ربنا يسترها بس ما ياثرش عليهم بالسلب، لان احنا نتمنى ان شاء الله توفيقهم في البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ده بخصوص مباراه الاهلي وسيراميكا، عندك تعليق على اداء الكابتن امين عمر في مباراه بيراميدز وفيوتشر؟ لا انا ما اتفرجتش على المباراه بامانه، بس انا سمعت ان ما فيش مشكله في المباراه خالص، يعني ما حصلش اي حاجه. انا برضه قلت اخد وجهه نظر. انا ما اتفرجتش على المباراه بس انا سالت لما وصلت الاستوديو عشان التحليل على التحكيم وكده، الناس كلها متعبه بصوره ايجابيه، ما فيش حاجه نتكلم عليها في التحكيم يعني. طب انا عايز اخد رايك في الحكمه الامريكيه اللي ادارت مباراه الاهلي واراوا ريد يونايتد الياباني في مركز تحديد المركز الثالث في كاس العالم للانديه، رايك ايه في ادائها؟ لان بصراحه الواحد اتفاجئ، يعني ما فيش اخطاء اعتقد يعني بشكل مؤثر، شخصيه مميزه جدا داخل الملعب كحكم بتدير المباراه. تقييمك ايه ليها يا كابتن جهاد؟ بص، الحكمه الامريكيه دي يا امير مش نتاج يوم ولا ليله. أكيد. يعني هي قصه في التحكيم النسائي كمان. عشان تخش بالمنظر ده الموضوع ما كانش نتاج يوم ولا نتاج ليله، القصه كانت ايام كتير، وكانت قصه شغل كتير من الاتحاد الدولي والمشرفين على التحكيم النسائي. فبالكلامك الموضوع ده كان، لا الموضوع ده خد سنين كتير عشان تظهر بالمنظر ده. أكيد. اللي ظهرت قبلها 2020 التحكيم النسائي البرازيليه كانت موجوده، لعبت خامس وسادس، ما كانتش واضحه قوي كده المستوى بتاعها، ما كانش التفوق الكبير اللي موجود اللي في الطقم الامريكي. انا بقول لك انا بعد كاس العالم ده الانطباع اللي موجود في الاتحاد الدولي عن الطقم ده وعن المجموعه دي ان هم هيودوه بكل موت من قوه ل 2026. هتشوف
ان يستحقوا الطقم ده كله. بصراحة، يستحقوا. لا بقول لك هتشوفها في 2026 وبمنتهى القوه. عندنا في الامم افريقيا، في امم افريقيا هتشوف حكمه مغربيه وحكم مساعده كاميرونيه موجودين، اتمنى ان شاء الله. اللي كانت موجوده في كاس العالم كربوني، بشرى كربوني كانت موجوده في كاس العالم الحكمه المغربيه، اتمنى نشوف مستوى منها زي المستوى اللي شفناه من الحكمه الامريكيه ده، لان هو ده اللي ما جاي على مستوى العالم. وبالتالي نتمنى ان شاء الله ان نلاقي حكمه مصريه في نفس النطاق. لكن عشان نوصل اليه يا امير، لازم الحكمه المصريه زي ما بيحصل مع الحكام دولت يلعبوا في المستوى الاعلى للرجال في بلادهم، هو ده بالظبط. اللي يوصلهم للمستوى اللي احنا شايفينه ده. ان شاء الله باذن الله. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا، كابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق، وعلق على اداء الكابتن محمد معروف في مباراه اليوم ما بين الاهلي وسيراميكا، والراجل قال ما فيش اي حاجه اصلا او ما فيش اي خطا تحكيمي مؤثر ولا في اي مشكله، عشان الكابتن ايمن الرمادي يقول هذه التصريحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي.